وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، وصلنا عند قول سيدنا الشيخ الدردير رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. طريق المعرفة، ثم اعلم بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر، لأنه قام به التغير، حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالقدم. وصلنا إلى الكلام عن حدوث العالم، وقلنا إن العالم عبارة عن تعريفه كل ما سوى الله تعالى، من جوهر، من عرض، من مجردات، من عقول، من نفوس، كل يعني ما يتميز به الحق سبحانه وتعالى عن غيره. التميز بين خالق، عندنا مرتبتين، خالق ومخلوق، حادث وقديم. فما سمى إلا مرتبتان، حادث وقديم، يعني كل ما سوى الله تعالى هو المراد بالعالم. وتكلمنا عن قضية الحدوث بأنه ده إجماع أهل الملل، ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من من الفلاسفة، أو من لا يعتد به برأيهم من غير العقلاء. بدل ما نقول من العقلاء نقوله من غير العقلاء. ومعنى الحدوث، قلنا الحدوث معناه الوجود بعد العدم، وهو المسمى في كتاب الله تبارك وتعالى الخلق. يقول الحدوث في القرآن اسمه الخلق. وقد صرح تعالى في كتابه العزيز بحدوث كل شيء سوى ذاته سبحانه وتعالى وصفاته. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالعالم سمي بالعالم أيضا لأنه علامة، يعني دليل على وجود صانعه، أو علامة على الترجيح في طرفي الممكن، ترجيح طرف على على طرف. الآن حنتكلم بتفصيل في المسألة دي وشرح الأدلة والكلام فيها كلام مرتب. أول شيء، العالم عبارة عن جواهر وأعراض. تعريف الجوهر؟ تعريف الجوهر ليه كم تعريف خدناهم؟ ثلاثة: ما قام بنفسه، تمام، والشيء الذي تتعاقب عليه الصفات، والموجود الغني عن المحل. ده تعريف الجوهر. أما العرض هو ما قام بغيره. والأعراض على سبيل الاستقراء حصروها في تسعة، والعاشر هو الجوهر اللي هو لا، دي أحكام العرض السبعة، إنما الأعراض تسعة: زيد الطويل، الأزرق، ابن مالك، في بيته بالأمس كان متكئ، بيده غصن لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. والأول الجوهر والباقي كله أعراض، اللي هي الطويل يعني الكم، الأزرق الكيف، ابن مالك النسبة، كان دول ثلاثة، في بيته المكان، بالأمس الزمان، بيده غصن الملك، لواه الفعل، فالتوى الانفعال. يبقى التسعة دول كلهم أعراض، خلاص كده. وكان متكئ الهيئة، التسعة أعراض وزيد الجوهر، دي الأعراض التسعة. أحكامها سبعة: زيد مقام، من تقل، من فك، ما كمن،
لا عدنا قديم لا هنا او لا حنا. يعني احكام العرف هنتكلم الاول مشرح الجواهر والاعراض دي اللي احنا بنشاهدها. لما نحكم بحدوث العالم بنحكم على ما نشاهده من العالم، لان قلنا العالم ما سوى الله، لان هناك اشياء في الملكوت الاعلى لا نشاهد، رحمك الله، لا نشاهد تغيرها، لا نشاهد ما في عالم الاخره، غيب في عالم غيب وعالم الشهاده. وقلنا كلمه ما سوى الله يدخل فيها كل ما عداه، اي مخلوق من العرش الى الفرش، عالم الدنيا، عالم الآخرة، عالم الفضاء، عالم باطن الأرض، عالم الحشرات، عالم البحار، أي عالم يعتبر كل إيه ما سوى الله. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور الذي نحفظه جميعا، ثلاث من كنا فيه وجد إيه حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كلمة مما سواهما يدخل فيها حتى العرش، يدخل فيها الجنة، يدخل فيها الملائكة، يدخل فيها جبريل، يدخل فيها مما سواهما. مش معنى مما سواهما يعني معناها من الأسرة والبلد والأصدقاء والمال والتجارة، لا، كل ما عدا داخل في كلمة إيه مما سواهما. يعني لا تقدم محبة أي شيء على محبة الله ورسوله. ما يقولش محبة الله ومحبة، لأن المحبة واحدة والطاعة واحدة والبيعة واحدة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون إيه؟ يبايعون الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإيه تاني أبناء آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. ولم يقل أحب يعني هو مفرد، خلاص الله ورسوله حق أن يرضوه، فاتحاد المحبة واتحاد الرضا واتحاد الطاعة كل حاجة، ما فيش إيه رضا اثنين ولا محبتين، هي نفس المحبة. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. كلمة فتربصوا ده تهديد، ده شو تهديد يعني انتظروا، شوف إيه لو انتوا خالفتم وقدمتم شيء على محبة الله يعني آثرتم شيء من هذا الذي ذكر، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولم يبين أبهم حتى تجول النفس بكل خاطر وتترقب يعني أي شيء تتصور أو تتخيل من التهديد الإلهي، يعني تخفيف ما في ذلك. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وجاء في آخر الآية لم يحكم بمن آثر محبة شيء، يعني قدم محبة شيء على محبة الله ورسوله، كان المنتظر ايه يكفر، ولكن ايه ربنا خفف الحكم، قال والله لا يهدي القوم الايه الفاسقين، فاشعر بانهم من اهل الفسق وليس من اهل الايه الكفر، لانه في قلوبهم محبة، كل ما في الامر انهم قدموا شيء على ايه والذين امنوا اشد حبا لله، لكن لو خلت القلوب من المحبة دي يعني لا يمكن الحكم الا يعني بما هو يعني اشد من الكفر اذا كان في كده. يبقى الذي نشاهده من العالم ايه الجواهر والاعراض. في اشياء من العالم لا نشاهدها، الجن ده مش من العالم، الملائكة مش من العالم، احنا قلنا كل ما سوى الله. يبقى ما لم نشاهده زي الايه حتى في حاجة فيك انت الروح ومش عارفها فين الى الان، ما عارفين الروح مستقرة ولا حقيقة الروح ايه. القرآن أبهم، قل الروح من إيه من أمر ربي وما أوتيتم من العلم، كيف تتعلق بالبدن، كيف تدبر البدن، مسائل يعني تعجز عنها الإيه العقول. يعني لا نشاهد هل الروح هي ضمن العالم، احنا قلنا حكمنا على العالم بأنه حادث بالتغير، مش كده هي دليل التغير لأنه قام به التغير، ايه هو الدليل بتاعه حدوثه جنبشه وجوده بعد العدم، وضده المسمى ايه هو المسمى بالقدم. فنحن لم نشاهد الارواح ولم نشاهد العقول ولم نشاهد الملائكة،
ولم نشاهد الجن، يبقى كيف نحكم على انه العالم متغير؟ ده احنا 90% من العالم لم نشاهده. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بل ده احنا اللي ما شايفنوش اكتر من اللي احنا، وفي انفسكم، ما في اشياء في نفس الانسان لا يراها ولا يعرفها في داخل الايه الانسان. يبقى اذا كيف نحكم بالتغير؟ قلنا التغير ده يعني نشاهده، يعني معناها في بعض العالم. يبقى حكمنا بالجزء على الايه على الكل، لان لم نشاهد العالم كله وانما شاهدنا ايه بعضه. اذا عندك ما لم نشاهده زي الارواح وزي العقول، فحتى يقول لك العقل ده فين مكانه محله، هل هو في القلب ولا هو في الدماغ ولا هو في القلب وله نور يتصل او شعاع بالدماغ، وحتى العقل نفسه لا يعرف عدد الشعرات اللي في رأسه اللي مرتبة فيه هو. نحن في عجائب الانسان بس عاوز يتأمل وعاوز ايه وعاوز يفكر. اذا الحكم بالتغير على ايه بعض وليس على الايه الكل. طب والذي لم نره كيف نحكم عليه؟ قال الحكم هنا فيما لم نشاهده مثل الارواح والعقول والمجردات على القول بها. فقال العلماء يكفي في حدوثها السمع، يعني ما فيش داعي هنا دليل عقلي او دليل من المشاهدة، ولكن يكفي الاخبار من جهة الايه السمع في ايه في انها حادثة. فبه الدليل السمع على ان هذه الاشياء التي لا نراها حادثة، الذي ايه صرح به الحق تعالى في قوله خالق كل شيء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، فدل على انه ما فيش ازلية ولا قدم ولا تفرد بالوجود الا له، بمعنى كده ما عداه من مما حتى تعرفه او لا تعرفه فهو حد، لان القضية كلية فيها سور كلي كل شيء خلاص كده. والحكم فيها بالمخلوقية، لان القضية فيها حاكم وفيها حكم وفيها محكوم به وفيها محكوم عليه. هنا توفرت العناصر، يعني معناها كل شيء مما سواه ايه حادث، يعني مخلوق، يعني وجوده يعني حدوثه بعد الايه بعد العدم. يكفي الدليل السمع ولا ما يكفيش؟ طب هل يمكن بالنسبة لما لا نشاهده هل يمكن نستدل على حدوثه بدليل عقلي؟ ممكن، لان القول العقل يقول لك كده، لو قلنا بقدمها يعني بانها ليست حادثة. خد بالك الحدوث ده مهم ليه؟ لان الحدوث معناه سبق العدم، وهذا معناه ان الله تعالى خالق بالاختيار، لانه لو نفينا سبق العالم حينتفي الاختيار، ولو نفينا الاختيار حينتفي ايه ان العالم مسبوق بالعدم، يعني هتبقى الا حنرجع لكلام مين؟ لكلام الفلاسفة. فيمكن ان نستدل على حدوث ما لم نشاهده بالعقل، فنقول لان القول بقدمها يلزم منه الشريك لله، والله تعالى حكم ببطلانه، يعني قضية انه لله تعالى شريك هذا مستحيل باطل عدم. فالعالم اذا بجميع انواعه واعراضه واجرامه ومجرداته وعقوله وما يعني قيل من كلام الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم بلا شك حادث، لانه لو كان غير حادث حيلزم اشتراك قديم مع الله تعالى، وحينتفي عن الحق سبحانه وتعالى انحصار الاولية فيه. والاولية معناها بالنسبة لله تعالى مش معناها الابتداء، معناها السبق. ان الاولية قلنا لها معنيان، الاول بمعنى المبتدأ الابتداء، ويقابله الاخر بمعنى الانتهاء. والاول بمعنى السابق على الاشياء، ويقابله الاخر بمعنى البقاء. اذا لو قلنا بقدم شيء من اجزاء العالم مع الله تعالى حيلزم ايه
اشتراك غير الله معه في الأولية، وحيبقى الأولية غير محصورة فيه. كيف وقد قال تعالى هو الأول، والجملة بيقولوا هنا جملة اسمية، هو ضمائر أسماء، هو الأول، والألف واللام دي تفيد الحصر، مش هو أول، يعني معناها هو الذي انحصرت فيه هذه الصفة، فلا يشاركه فيها بأسلوب حصر، ده حصر يعني انحصار الأولية فيه، هو الأول. شو كده؟ ولذلك معناها ايه الأول بالنسبة لله، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت الأول فلا شيء قبلك، يعني مش مسبوق بشيء، والآخر فلا شيء بعدك، يعني ليس ملحوقا بشيء، لا سابق ولا ايه ولا لاحق. مش كده؟ طيب اذا عرفنا الجوهر، اللي هو المتحيز، له حيز وقائم بنفسه، ذات شيء اعيان ذوات، والاعراض ملازمة لها ولا تنفك عنها، يعني معناها اقل حاجة في الاعراض الحركة والسكون. هل يخلو الجرم او الجوهر ذا او الجسم او العين ذا او الذات عن حركة او سكون؟ اقل حاجة، بلاش التسعة، ولا بعض المتكلمين اوصل الاعراض 40، 40 مش 9، لكن اقل حاجة ايه، يا اما متحرك يا اما ايه ساكن. فلا يخلو الجسم مثلا، فلا يكون لا متحركا ولا ساكن، لانه هذا حيلزم عليه ايه اجتماع النقيضين، وهو محال. نعم. ما هو اذا لم يكن هناك شيء، ما الجهة شيء ايضا، فحينتفي كل ما عداه، لا شيء معه لا شيء غيره، اذا حتنفي الفوق والتحت والجهة اي شيء، كل ما عداه، لان كلمة شيء غيره، نقولنا حتى ولو فرض اشياء معقولة، يعني اللي بيقولوا على الاحوال اللي هي النسب العدمية، يعني اشياء وجودها في الذهن برضو منتفية اصلا، يا معنى لم يكن شيء غيره، حتنفي كل شيء، حتنفي الجهة، حتنفي المكان، والجهة مكان، إذا معناها نفي المكان ونفي الزمان ونفي الحال ونفي النسبة ونفي كل شيء مع إيه؟ ما عدا إيه؟ إثبات واحد، لأنه لا يشترك معه في القدم غيره. وهو أخص، يعني بعض المتكلمين هم المعتزلة قالوا إنه أخص وصف الله تعالى اللي هو الايه القدم، وبعضهم قالوا اخص خصائص الالوهية كن فيكون، وبعضهم قال اخص وصف له انه واجب الايه الوجود، والكل ايه من ايه مما هو اخص لله سبحانه وتعالى. يبقى اذا قلنا كده، هل تخلو، احنا عايزين الان نعرف الدليل، قلنا الدليل حنأخذه في بعض ما نشاهده، ليس كل، لانه في اشياء في باطن الارض مش بنشوفها، في اشياء في السماوات وفي عالم الملكوت، وفي اشياء في البرزخ ما نعرفهاش، مين اللي رجع ثاني مثلا، يعني رجع الى الدنيا فاخبرنا، اذا الاشياء دي عذاب القبر نعيم، كل ده سمعيات نتكلم عنها. اذا لا يكشف ما في هذه الحياة الا للانبياء او لبعض الايه الاولياء الصالحين، اذا هناك اشياء كثيرة لا نشاهدها. شوف كده، وفي قوله تعالى فلا اقسم بما تبصرون وما لا ايه ولا وما لا تبصرون، وفي قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، هناك اشياء في الخلق لا نعلمها، لانه لم يأتي السمع بكل شيء خلقه الله تعالى، اخبر بان الله تعالى يخلق ما لا نعلم، فما يدرينا يكون في عوالم ثاني لا نعلم بها ولم نسمع بها ولم يأتي بها ايه نقل، ولم يدل على، انما العقل لا ينفي، لم يدل على امتناعها شيء، لأن قدرته تعالى لا يعجزها شيء. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، دا
ده مثلهم ومثلهم ومثل مثل مثلهم. القدرة لا حدود لها. فاحنا نعلم ايه يعني الله تعالى خرق لنبيه صلى الله عليه وسلم في رحلة عظيمة انفرد بها من قبل. رحلة الايه الاسراء والمعراج خرق له الايه النواميس التي يعرفها البشر والتي لا يعرفونها. واصبح يجول في السماوات والارض بلا حدود ولا قيود. وصل الى مكان سمع فيه صريف الاقلام لم يبلغه لا ملك ولا نبي ولا انس ولا جن. يعني في عوالم يعني اذ يغشى السدرة ما يغشى. مفسرون وقف هنا قال ايه ما يغشى. طبعا في حاجة ايه شيء عبر عنه بما لكن لا توجد في اللغة الفاظ تتحمل المعاني التي لا يعرفها الناس ولا تقع تحت حواسهم ولا تحت عقولهم. فجاء بلفظ مبهم انه لو كان ينفع الكلام عنه بالاسلوب العربي او باللغة اللي احنا نفهمها كان عبر معناها في معاني لا تتحملها الفاظ اللغة معاني غيبية. ولذلك قال ايه اذ يغشى السدرة ما يغشى لتذهب النفس كل مذهب وليفهم الانسان يعني بقدر عقله وبقدر يعني ما فتح الله عليه في هذه الآية. اذا عرفنا الان انه الاعراض دي حادثة كيف عرفنا حدوثها بانها متغيرة من حركة الى ايه الى سكون وبانها ملازمة كلمة من فك يعني كيف ده مقامة ما قام ايه معنى زيد مقام يعني ما قام العرض بنفسه. فمن انتقل يعني من انتقل من الجوهر القائم به الى غيره لانه ساعة الانتقال حيبقى فين حيبقى قائم بنفسه قبل ان بعد ما انتقل من الاول وقبل ان يصل الى الثاني حيلزم قيام العرض به بنفسه وهذا محال. مقام من انتقل من فك يعني معنى من فك يعني الاعراض ملازمة للجواهر او للاجسام ولا تنفك عنها ابدا. وكلمة الجوهر دي كلمة مولدة يعني لو بحثت عنها في القاموس مش هتجد معناها ده اللي احنا بنقوله عليه ده ايه الجوهر هتجد معناها زي اللؤلؤ الجواهر ده جواهر حاجة يعني اقول لك الجوهر الشيء يعني هتجد معناها كده انما دي كلمة من كلمات التوليد تعملوها في ايه اصطلاحات خاصة دي. اذا ما لازم الحادث فهو حادث فهذه قاعدة يعني مؤكدة ما فيهاش فيها ايه لانه في تلازم لا يوجد هذا بغير هذا ولا هذا بغير هذا. فاذا عرفنا ان الجسم لا يوجد الا متلبسا بالاعراض ان الاعراض لا يمكن ان تكون قديمة لا عدم قديم يعني كيف ايه معنى لا عدم قديم يعني هي بتنعدم تمام والقديم من شأنه ايه ألا ينعدم والعرض لا يبقى زمانين خلاص ولا يحل في مكانين. إذا معناها لو كان العرض قديما لما جاز أن إيه أن ينعدم أبدا لأن القديم إيه لا يقرأ عليه التغير ولا يقرأ عليه الانعدام فلا يمكن أن تكون الأعراض قديمة. إذن يجب حدوث الأجسام ليبهز لأنها لا توجد إلا بوجودها. مدام يعني احنا شاهدنا حدوث الاعراض من تغير وهذا شأن العالم متغير والتغير مستمر لا يتوقف ابدا لانه لو توقف التغير خد بالك ده التغير ده مش تغير يعني معناها بعد يوم ولا بعد ساعة يتغير ده في الحال في كل آن لا يتوقف التغير لانه لو توقف يعني تعطل صفة الخلق. شوف الله تعالى خالق وخالق باسم فاعل خد بالك وخلاق في اخر سورة 30 وليس الذي خلق بلى وهو ايه مش الخالق الخلاق هنا شوف جد هنا بايه الخلاق.
فمعناها ايه؟ خلاق على الدوام، على الديمومة، لان اسم الفاعل حقيقة مش في الاستقبال، حقيقة في الحال. بدليل ايه؟ لما تقرأ في قول الله تعالى كل شيء هالك، هالك ده اسم فاعل مش كده؟ يعني معناها ايه؟ سيكون هالكا؟ لا، ما لم يقل سالك، ده اسم الفاعل. انا اقول لك انا ضارب، ضارب ضارب يعني ايه؟ يعني متلبد اسم فاعل، ما ينفعش تكون يعني الا اذا جاء معها ايه؟ ما يدل على الاستقبال. كمثل لو قلت كده انا قاتل زيد، ما اسم فاعل برضو، انا قاتل زيدا، ايه الفرق بينهم ده؟ لو نونت لازم تنصب، لانه يعمل عمل الفعل، بس بشرط ان ينون او يكون ايه؟ في الف ولام. اما اذا خلى من الالف واللام يبقى اللي بعد يعرب ايه؟ مضاف اليه. زي يقول راجي عفوي، لو عاوز تقول عفوة تقول يقول راج عفوة او الراجي عفوة. وهو موجود المثال في القرآن الكريم، ان الله بالغ امره، ما ينفعش تقول بالغ امره، لازم تنون ان الله بالغ امره. يبقى معنى كده لما تقول كده ايه؟ لما واحد عند القاضي وراح اثنين اعترفوا، قال انا قاتل زيد، والثاني قال انا قاتل زيدا، يحكم على مين فيهم؟ يحكم على اللي جر انا قاتل زيد. انما اللي قال قاتل ده لم يقتله، واستدل على ذلك بقوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، يبقى لسه ما فعلش لم يفعل. انما لو قال فاعل بدون تنوين يعني معناها تم الايه؟ فيبقى اذا الاسم الفاعل ده حقيقة في الحال وحقيقة في الاستقبال. ولو كانت في الحال او في الاستقبال فقط يبقى معنى كل شيء هالك الا وجهه، يعني هالك بالفعل، لكن معناه ايه؟ قابل للهلاك وسيهلك. لانه معنى لو خدتها كده في الحال يبقى ما فيش حاجة، كل شيء هالك، ما فيش حاجة موجودة، كل شيء ثانية، وقامت الساعة ودخل اهل الجنة الجنة، ودخل اهل النار ايه؟ النار. يبقى ما لازم الحادث فهو حادث، هذه قاعدة. فاذا عرفنا ان الجسم لا يوجد الا متلبسا باعراضه، ان الاعراض لا يمكن ان تكون قديمة، لا عدم قديم، اذا فيجب حدوث الاجسام. ليه؟ لانها لا توجد الا بوجودها، يعني معناها لا تخلو عنها، لا تنفك او منفك، بمعنى لا يوجد العرض وحده ولا الجسم وحده، يعني يوجد ملازما او يوجد متلازمين. يبقى اذا المتكلمون بنوا دليلهم على حدوث الاعراض والجواهر بايه؟ بمشاهدة التغير الذي يحدث في الاعراض. طب كل الاعراض نشاهد تغيرها؟ لا، في اشياء باطنية في الانسان ما يحس بها، يعني يكون مثلا ايه؟ فرحان وبعد كده يزعل، او غضبان وبعد وتغيره من غضب الى ايه؟ والتغير ده من شأن المخلوق، الخالق لا يطرأ عليه تغير ولا يتجدد له شيء. بدليل ايه؟ لما سئل في تفسير الامام القرطبي احد العلماء الكبار، بيقولوا له هل كان الله تعالى راضيا عن ابليس لما كان قبل موضوع ادم، وكان طاووس الملائكة، وكان في حالة يعني من العبادة والطاعة، هل كان الله راضيا عنه؟ سكت شوية. طب هل كان الله تعالى غاضبا على عمر لما في الجاهلية لما كان يائدون البنات ويدفنون البنات حية، هل كان غاضبا عليه؟ سكت. لأنه لو قال كان غاضبا على عمر أو كان، معناها لا يعلم ما إيه هيتغير بعد كده. فالرضا ده خلاص، إن الذين سبقت سبقت، وذلك يعني من حسنت بدايته حسنت نهايته. فإذا كان الرضا لا يسخط أبدا، إذا كان، لأن صفات الله تعالى ليست فيها إيه؟ تغير.
في قضاء طبعا اتكلم فيه معلق وفي ايه وفي مبرم. التعليق ده يبقى كله منكشف وهو ايضا ايه يرجع الى ليه الى المبرم. فكل حاجة عنده ايه تمت، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ايه ام الكتاب. يبقى بنوه على المشاهدة في ايه في بعض الايه الاعراب. وقلنا ان في كتاب الله تعالى حتى لا يقول احد ان المتكلمين ادلتهم عقلية، ايضا لو انت تأملت قليلا في ادلة القرآن نفسه لوجدتها ادلة اقناعية عقلية قائمة على الحجج والبراهين يعني مثلا ادلة القرآن بيخاطب بها العقول، ان في ذلك الايات اللي قوم يعقلون. توجد في القرآن الكريم الإشارة إلى دليل الحدوث الذي قال به المتكلمون، والإشارة إلى دليل الإمكان الذي قال به الفلاسفة، وفي البعض قال بمجموع الحدوث والإمكان، أو قال بالإمكان بشرط الحدوث. وحنتكلم إيه الفرق بين دليل الفلاسفة وبين دليل مين؟ دليل المتكلمين. فين الإشارة إلى دليل الحدوث في كتاب الله تعالى؟ إشارة واضحة في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع مين؟ مع عبدة الكواكب. إشارة واضحة جدا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل طرأ هنا حدوث وطرأ تغير، وهو ليه؟ وهو الأفول. فالأفول ده شيء حدث يعني كان بعد أن لم يكن، كان موجود واختفى. فلما أفل أو ده التغير، وبعدين بعد ما كان موجود وأفل إذا أصبح إيه آفلا وبعد كده ظهر إذا اختفى إيه الأفول وجاء إيه الظهور، وهكذا تغير وهذا يشاهدونه. وبعدين انتقل لهم يعني الى حاجة ايه اكبر شوية من الكوكب القمر، وبعد كده انتقل الى الايه الى الشمس يعني اقام. وهذا بيسموه ايه اسلوب المجاراة، لان ابراهيم عليه السلام ربنا بيقول ايه اول آية خد بالك ما تفكرش انه لسه انا حيعتقد ولسه حيستدل، ده هو عاوز يقيم عليهم هم الايه بدليل في اول الآية. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. بعد كده بعد ما حدث له الإيقان، واليقين ده أعلى كمان يعني درجة، يعني هل بعد ذلك يعتريه الشك ويبحث عن إلهه؟ فلما دعوه يثبت لهم بالبراهين والحجج القاطعة أن ما من شأنه التغير لا يصلح أن يكون إله. ده أسلوب في الدعوة، ده وأسلوب في حوار الخصم، وليس هذا اعتقاد من مين؟ من سيدنا إبراهيم. كما قال الله تعالى قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، لم يسأل عن الإحياء هل تحيي، وإنما سأل عن الكيفية. تمام كده؟ شوف افهم كده كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، لما المعنى هذا الاعتراف قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا سيدنا إبراهيم قلبه مطمئن وهو مؤمن، ولكن هنا عندك مرتبة أنه خليل الله، أريد أن يطمئن أو يشاهد أكثر أو يعرف أكثر. شابنا المعرفة دي نسبية، يعني معرفة بعض الناس لله تعالى بالنسبة لمن هو أعلى منهم تعد جهلا، يعني كانوا ده يعتبر معصية، بس كل واحد بما إيه بما يناسبه. لما أمره الله تعالى أن يأتي بأربعة من الطير وحدثت القصة المعروفة، وبعدين قال له ثم ادعهن، فهل شاهد إبراهيم عليه السلام الكيفية التي طلبها كيف؟ لا، بدليل ختام الآية. لو كان يتعلق الأمر بشك من إبراهيم لقال واعلم أن الله على كل شيء قدير، زي الآية اللي سبق واعلم أن الله عزيز حكيم. ايه مناسبة ذكر العزة والحكمة هنا؟
على ان هذا الشيء لا ينال. العزيز هنا معناه ايه؟ الذي لا ينال. ان هذا سر الايه؟ الالوهية لا يطلع عليه مخلوق. هذا هو معنى واجب الوجود، وهذا هو معنى كونه اله، وهذا هو الخلق من عدم، وهذا هو الاحياء، وهذه هي خصائص الايه؟ الالوهية. وحكيم يعني يضع الشيء في ايه؟ في موضعه. تمام كده؟ اذا مسألة الايه؟ الاحياء الموتى دي لما ربنا يسوقها كدليل مقنع ويأتي بها على لسان الانبياء، ليس لايه؟ ليزدادوا ايمانا او يقينا، وانما لايه؟ لاتباعهم. قد يطلب النبي الشيء الايه؟ من اجل تعليم ايه؟ امته، ولا يطلبه ايه؟ لنفسه. بهذه الطريقة اقرب الطرق الى افهام الخلق، وذلك محصور في ايه؟ في امرين ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه: دلائل الانفس والافاق. طريقة سهلة، يعني تأمل، فانظر الى نفسك ايه؟ ثم انتقلي ثم السفلي، تجد به صنعا لكن تمام. وكل ما ايه؟ عليه قطعا يستحيل القدم. فربنا ضرب لك المثل في طريقتين سهلة مع الكل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وشوف كلمة التعبير بسنريهم، ولم يقل سوف، يعني معناها السين دي لما يكون ايه؟ قريب جدا، اي قرب يعني، بس سنريهم يعني معنى، ولم يقل نريهم كده على طول، قال سنريهم. يعني مسألة عاوزة ايه؟ تأمل، عشان بعد ما يتأمل الانسان ويفكر يتمهل قليلا ده سر وجود ايه؟ السين، فيكشف له الحق سبحانه وتعالى عن آياته. وفي كل شيء له ايه؟ آية تدل على انه الواحد. وبعدين قال ايه؟ منذ ان نزل القرآن الكريم ونحن نقرأ بالسين، يعني الناس اللي قرأ سنريهم، والصحابة سنريهم، تابعين سنريهم، واحنا الان نقرأ سنريهم، يعني لا تنتهي ايه؟ ما يكتشفه الانسان من دلائل ابدا، حتى ولو قبل قيام الساعة بساعة سنريهم. في الساعة الباقية دي يأتي شيء يريه الله تعالى للكائنات جديد لم ايه؟ يعرفوه من قبل. يعني الدلائل يعني مش انتهت، ده كل ما لا ما تزيد، ويكتشف الانسان ويكتشف العلماء ويكتشف المكتشفون الى اخره. دلائل الانفس والافاق. ففي الانفس كل احد يعلم بالضرورة